يا كابتن كمال، هرجعك سنين ورا شويه. لما عمر مشي من النادي الاهلي وهو عنده 13 سنه، هو قال لك انا هرجع النادي الاهلي تاني وهيدوني فلوس، وهو ولد صغير 13 سنه. وبعد ما مشي من المقاولين قال لي والدي وقتها، قال لي ان شاء الله في يوم من الايام هتوصل وهترجع النادي الاهلي وهتبقى لعيب مهم في مصر. ايه اللي شفته في الولد الصغير وقتها عمر كمال علشان تقول له الكلام ده؟ بص حضرتك، انا الكلام ده انا قلته كتير يا كابتن اسامه، بس هقوله لحضرتك تاني برضه يعني باصرار كبير. احنا كنا في النادي الاهلي، انا كنت ليا الشرف ان انا كنت في قطاع الناشئين مع خبير يعني رحمه الله عليه مستر كورفر ده. كان هولندي وكان حاجه جامده جدا جدا في قطاع الناشئين على مستوى العالم كله. وانا كنت فرد من افراد الجهاز الفني والجهاز التدريبي. وعمر بالفعل كان من 8 سنين وهو في النادي لغايه فضل مستمر. الاجسام الصغيره في السن الصغير ده ما بتبانش في الوقت دون، بيبقى مهاراته دايما بنعتمد على المهاره دايما، وبنعتمد على الحاجات الفنيه كلها معظمها والجمل المركبه والحاجات دي، فكانت سهله بالنسبه لعمر في الوقت ده، لان كان جسمه فعلا صغير كده وضعيف شويه. لغايه لما جه سنه 14 سنه بقى مستر كوفر وبدر رجب يعني، وكان محمد وهبه طبعا، قالوا يعني هو مش هيعلى اكتر من كده من جسمه، لان الاجسام بدات تفرق مع عمر في نفس سنه. فطبعا ما كان عليا الا اني ان هو ارضخ للنادي الاهلي، لان انت عارف يا كابتن ان ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب بالوسط، ولا في حد بيشتغل بالوسط، ولا في حد بياخد حاجه بالوسط، كل يعمل بمجهوده بس. فانا كان رد فعلي في البيت خناقه بقى كبيره، انت ازاي بتلعب بتشتغل في النادي وده يمشي؟ لازم هو ما فيش حاجه اسمها عندنا واسطه. وبالفعل ركب معايا العربيه وماشي بيعيط، وقال لي والله لا العب، والله لا العب في النادي الاهلي وهرجع هنا بفلوس. هو ما كانش يعرف يعمل يعني ايه يشتروني ولا يشتروني ولا لا، هرجع بفلوس. وقد كان فضل ربنا ان احنا لعبنا، وساعتها على طول رحت رايح برضه نادي المقاولين مع الكابتن حسن شحاته طبعا. قيمه والقامه يعني في التدريب، الراجل ده ما هنسالوش وقوفه معايا يعني صراحه ربنا، هو الكابتن شوقي غريب يعني حاجه جميله قوي. ورحنا نادي المقاولين وخدنا بطولات، قعدت معايا عمر بقى في قطاع الناشئين، وبالفعل تاني 14 15 16 قالوا لي لا برضه جسمه عمر النمو بتاعه جه متاخر شويه. يا جماعه انا راجل بدرس الكوره وبدرس كوره وعارف والجينات وهيجي له وقته. ما عندناش جسم ضعيف، قلت في الوقت المناسب لما الولد يوصل مرحله البلوغ هيبدا جسمه. قالوا لي لا او مش لا او بتاع، وبالفعل مش. وبرضه قلت له والله ما حد هيكمل في الجيل بتاعك ده في نادي المقاولين الا انت، ومعاه كمان شادي حسين لعيب النادي الاهلي لسه قايل لنا دلوقتي. وبالفعل لو انت حسيت ودورت هتلاقي عمر بس وشادي ده من نادي المقاولين كملوا بعد كده. رحت وديته بقى نادي مدينه نصر ولعب اول ما لعب في نادي مدينه نصر، وقد كان يمكن انا تألق بعدها. حكيت الحاجات دي وكان طبعا كابتن كمال عايز اكلمك عن الترابط الاسري لعمر، ما شاء الله في ارتباط كبير جدا باسرته، بالكابتن كمال، بكمان بوالدته، بجدته الله يرحمها. لا ده هي اللي اثرت في عمر. اتنين بجد اثروا في حياه عمر. جدته لامه وكابتن عمرو عبد الواحد اخويا، انت عارفه طبعا. كان في حرس الحدود، مدرب في نادي حرس الحدود. ده للاسف شديد لانهم هم توفوا وعمر كان عنده معسكر وماتشات وما قلنا لهوش. اللي حصل الموت والدفنه والحاجات دي وهو ما كانش موجود ومحدش قال له. دي اللي معانا صورته دلوقتي، دي جدته اللي على الهوا دلوقتي. اتفضل يا كابتن. طبعا دي جدته وامي ويعني حاجه رحمه الله عليها، اللهم اني لا ازكيها، الله في الجنه ان شاء الله. لانها ست يعني ست فاضله. ست فاضله وليها من الخير والفضل بعد ربنا عليا وعلى بيتي وعلى اسرتي، فاثرت في حياتنا كلنا بامانه يعني بجد.